رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي بلجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية مرتضى كرونتيل يؤكد أنهم ينتظرون الحصول على مستحقات متأخرة للمشاريع الاستثمارية التي نفذتها الشركات التركية في ليبيا بقيمة 1.1 مليار دولار. الخطوط الجوية التركية تزيد 427 رحلة إضافية إلى وجهات محلية مختلفة خلال عطلة عيد الأضحى. مؤسسة شارك للإغاثة والتنمية تنظم بالشراكة مع مسك للإعلام حملة أضحيتك وعيدك هو عيدهم. عائدات تركيا من صادرات البندق تتجاوز مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي. وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى بارانك يشير إلى أن لدى تركيا 1075 شركة جديدة ستساهم بنحو 116 مليون ليرة في الأعمال.